لم أعرض المادة الأولى للتصويت كما صدقت عليها اللجنة إجماع. المادة جوج ورد بشأنها مجموعة ديال التعديلات. عندكم الفريق الاشتراكي تفضلوا التقديم هذا. أنا سيد الرئيس في إطار التيسير كما قلنا سنقدر ذلك التعديلات بكاملها، فغرضنا من هذه التعديلات وهو أن هذه المنطقة هذه ديال تفيلة توفيق التي استفادت من امتياز واستثناء في عند بدايه الاستقلال من طرف الحكومه الاولى من بعد الاستقلال، واعطت خصوصيه لهذه المنطقه، سمحت للمواطنين المحليين باستغلال بشكل مباشر وتقليدي ربما الخيرات والثروات المعدنيه ديال المنطقه ديالهم. بعد 55 سنه تاتي هذه الحكومه من خلال هذا المقترح ديال القانون ديالها باش انها تفتح هذه المنطقه هذه للشركات الكبرى وتدخل على هاد المواطنين الصناع المنجميين التقليديين. فتعديلاتنا كلها تستهدف حماية هؤلاء المنجميين التقليديين وتحميل الدولة مسؤولية حمايتهم وإعطائهم الأفضلية في استغلال مكامن جديدة، ولكن كذلك تمكين إعطاء توفير الإمكانيات والوسائل لتأهيلهم حتى يستطيعوا عصرنة نشاطهم والاستطاعه في الدخول في منافسه مع الحرفيين العصريين في هذا القطاع. شكرا. شكرا السيد النائب محترم، اقدر تقديرا كبيرا هذا المجهود. الماده جوج ورد بشانها التعديل. التعديل الاول الموافقون 22، المعارضون 70، الممتنعون 13. اعرض الماده جوج للتصويت كما صدقت عليه اللجنه. الموافقون 70، المعارضون 22، الممتنعون 13. المادة 3 أعرض التعديل للتصويت. الموافقون 22، يعني نفس العدد. أعرض المادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة نفس العدد. أعرض المادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض المادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. المادة 6 ورد بشأنها تعديل. أعرض التعديل للتصويت نفس العدد. أعرض المادة 6 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 70، المعارضون 22، الممتنعون 13. أعرض المادة 7 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. المادة 8 ورد بشأنها تعديل. أعرض التعديل للتصويت. الموافقون 22، المعارضون 70، الممتنعون 13. أعرض المادة 8 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 70، المعارضون 22، الممتنعون 13. أعرض المادة 9 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض المادة 10 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض المادة 11 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض المادة 12 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. المادة 13 ورد بشأنها تعديل. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 22، المعارضون 70، الممتنعون 13. أعرض المادة 13 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 70، المعارضون 22، الممتنعون 13. المادة 14 وردت بشأنها مجموعة من التعديلات. أعرض التعديل الأول للتصويت. الموافقون 22، المعارضون 70، الممتنعون 13. نفس التصويت بالنسبة للتعديل الثاني. نفس التصويت بالتعديل الثالث. التعديل الرابع نفس التصويت. أعرض المادة 14 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 70، المعارضون 22، الممتنعون 13. أعرض المادة 15 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض المادة 16 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. المادة 17 ورد بشأنها تعديل من لدى الفريق الاشتراكي. نعم سيد. المادة 17. لاش من مادة سيد الوزير؟ أها. دير السيد الوزير دير الميكرو باش يتسجل في المحضر عافاك. التعديل العاشر المادة 17. التعديل تيقول يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة من بين أعضائه يحدد اختصاصاتها وتأليفها وكيفية تسييرها، ويجوز له أن يكلفها بدراسة بعض القضايا وعدد مشاريع قرارات تتداول مجلس الإدارة بشأنها في أقرب اجتماع له. هذا التعديل مقبول من طرف الحكومة. إذا الحكومة تقبل هذا التعديل. إذا أعرض قبلته الحكومة. أعرض للتصويت. أعرض المادة التعديل ديال الحكومة وقبلاته هو ديال شنو كيفاش غندير له صافي.
لا صافي هما دابا قبلوا التعديل. اذا اعرض المادة 17 كما قبلت الحكومة التعديل او هذا للتصويت موافقون اجماع مع التعديل. اذا المادة 17 مع التعديل سي بون ياك. المادة 18 ورد بشأنها تعديل من فريق الاشتراكي، اعرض التعديل للتصويت موافقون 22 معارضون 70 ممتنعون 13. اعرض المادة 18 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة الموافقون 70 عفوا 22 70 الموافقون 70 معارضون 22 ممتنعون 13. اعرض المادة 19 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة اجماع. اعرض المادة 20 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة اجماع. المادة 21 ورد بشأنها تعديل من لدى الفريق الاشتراكي، اعرض هذا التعديل للتصويت موافقون 22 معارضون 70 ممتنعون 13. اعرض المادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون 70 معارضون 22 ممتنعون 13. اعرض المادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اجماع. المادة 23 ورد بشأنها تعديل من لدى الفريق الاشتراكي، أعرض التعديل للتصويت موافقون 22 معارضون 70 ممتنعون 13. أعرض المادة 23 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة الموافقون 70 معارضون 22 ممتنعون 13. أعرض المادة 24 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض المادة 25 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض أعرض مشروع القانون برمته للتصويت امتناع الرفض. إذن الموافقون 83 المعارضون 22 ممتنعون لا أحد. صدق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 74/15 يتعلق بالمنطقة المنجمية للتافيلات وفيقيق.